أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على اللي شارك في العبور الله أكبر على اللي دار وسط النسور الله أكبر على اللي قدر وامتحن الله أكبر على الجنود رفعوا العلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ريتني جندي في جيش بلادي يا ريت شاركت في العبور يا ريتني جندي في جيش بلادي يا ريت شاركت في العبور واكون سلاح ضد الأعادي او حتى جسر من الجسور واكون سلاح ضد الأعادي او حتى جسر من الجسور يوم العبور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما الظلام بدأ يسود لما الخطر عدى الحدود لما الظلام بدأ يسود لما الخطر عدى الحدود والإرهاب طلع لصوت صوب سهامه على الجنود جيشنا الهمام كسر السهام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول لكم أنا قصتي مع الغنوة بتاعت الله أكبر. النهاردة الصبح وأنا يعني بشرب قهوة كده قدر الإمكان عشان أفتح كده، فاتعرفت على طبيب الأسنان الشهير دكتور أشرف الدلجاوي. خلاص تمام، دكتور أشرف الدلجاوي دكتور سنان معروف جدا. فلقيت أن دكتور أشرف هو ملحن هذه الأغنية الله أكبر اللي غناها طبعا الصوت الجميل الرائع طبعا في النهاية غني عن شهادتي قوي خالص أستاذ مدحت صالح وطبعا روح الشرق. خليني الأول أخذ معايا دكتور أشرف وأقول له يعني يا بختي نتقابل الصبح ونتكلم بالليل. ده يا بختي أنا يا فندم، أنا اللي سعيد جدا والله. إزيك يا دكتور أشرف؟ إزاي سيادتك، إزاي حضرتك؟ يعني أولا أنا بس كنت عايز أبتدي بالجهد والعمل الدؤوب اللي حضرتك كنت بتقوله دلوقتي. سيادة الريس قال الجهد والعمل الدؤوب، جهد والعمل الدؤوب والإخلاص والأمانة والشرف تبقى أعظم دولة في العالم. صح، قولا واحدا. صح، يعني سيادة الريس قال الجهد والعمل الدؤوب هيك هي كده، عايز تنجح في أي حاجة اجتهد واصبر وصابر ومتيأس وحاول مرة واثنين هتنجح، هتنجح ده بالتأكيد، نبقى أعظم دولة في العالم. صحيح صحيح. طب دكتور أشرف قول لي بقى، إيه اللي جاب دكتور السنان الشهير الدكتور أشرف الدلجاوي إلى الملحن أشرف الدلجاوي؟ جات إزاي؟ ما هو أشرف الدلجاوي ده مولود أصلا بالفن ده، يعني أنا طول عمري أنا بعزف وبلحن وحاجات زي كده. أما من طب السنان دي مهنة بتحترفها، كارير معين أنت بتاخده، لكن الفن ده بيبقى جواك في دمك. فلما التقيت بصديقي العزيز الشاعر الجميل والمحامي الشهير الأستاذ جمال سويد، أيوة، ففي يوم يعني قلت له طيب إيه رأيك، أنت بتكتب كلام رائع وجميل جدا، صحيح، نعمل حاجة لبلدنا، بلدنا اللي ادتنا كتير قوي. قال لي دي فكرة رائعة جدا، يلا ننفذها فورا. وابتدينا فعلا تنفيذ الله أكبر. بصراحة الغنوة حلوة جدا على كل المستويات، يعني كلمة ولحن، والحقيقة طبعا أداء الأستاذ مدحت صالح ما مش هنقدر إن احنا نتكلم عليه بصراحة، لأنه يعني فعلا أداء كما جرت العادة كلنا بنبقى متشرفين وفرحانين بيه. بس مغامرة إنه نعمل أغنية بالتعبير اللي احنا دايما نتكلم فيه الأغنية الوطنية دي بتبقى مغامرة، لأنه لازم اللحن يمس الناس وكل كلمة تعبر قدر الإمكان عن كل الناس.
هرد على حضرتك بقى ده بالحب، لو حبيت البلد دي قوي هتعرف تكتب لها حلو قوي، وهتعرف تلحن لها حلو قوي، حبها قوي، هتديك قوي، وانت كمان هتديها. وكان الامر كذلك. طب انا على ما اعتقد ان استاذ جمال سويد قاعد جنبك. استاذ جمال سويد قاعد جنبي، بس قبل ما اديك استاذ جمال سويد في دلع مهم جدا. قول لي. الاستاذ اسامه كمال الموزع اللي هو يعني الفنان الجميل اللي وزع هذا اللحن، واللي احنا يعني الحقيقه كنا بنتعبه جدا مش بننام الليل، يعني هذا الرجل كان بيسهر في الاستوديو بالساعات والساعات الطويله عشان يعمل التوزيع الجميل ده، فانا بذكر اسمه ومجهوده اللي انا الحقيقه اتشرفت بيه. طبعا ليه مننا كل التحيه.